أين أنت؟ سؤال سأله الله في القديم لآدم حين أخطأ خطيته الأولى في جنة عدن. صار الصوت الإلهي قائلاً: آدم أين أنت؟ آدم وقتها حاول أن يختبئ من وجه الله، ومنذ ذلك الحين وجميع أبناء آدم يهربون من هذا السؤال، يحاولون الاختباء، ولكن هل يجدي؟ مشهد مهيب هذا الذي صوره لنا الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح 25، مشهد يقتضي أن نسأل أنفسنا نفس السؤال قبل أن نسأل عنه في اليوم الأخير، في اليوم المهيب. أين أنت؟ ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. كلنا حين نسمع هذا التقييم وحين نستحضر هذا المشهد إلى أذهاننا، نتخيل أن التقييم أصعب ما يكون وأن دخول الملكوت بعيد عنا. لكن حين نستمع إلى الوحي الإلهي كيف ومن يرث الملكوت، تستنير أذهاننا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يستكمل الوحي الإلهي المشهد المهيب بمن سيكون عن اليسار. يقول الرب: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. والآن علنا لا نكرر خطأ أبينا آدم ولا نختبئ من السؤال: أين أنت بين هؤلاء، عن اليمين أم عن اليسار؟ فأين أنت؟ إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ إزيك؟ قولي لي بقى، بتشتكي من إيه؟ أنت عندك قبل التصوير قلتي لي حاجات قد كده بتشتكي منها، احكي لي بقى. عندي رحم عاوز يتشال. الرحم الرحم تعبني، عاوز اشيله. وبرضه عينيا وجعان ورجلي وجعان، كله مسمع بعضي. عينيا كده ما تضع النظر ضعيف من شما ندور بها في الليل، وجعاني. روحتي كشفتي يعني عند الدكتور وقال لا، ما فيش معامله عشان اكشف بيه. ما فيش فلوس يعني؟ اي ما فيش فلوس. طيب انت يعني قولي لي ايه حاله المعيشه بتاعتكم، دخلكم ايه؟ الحاله مش داخل لنا حاجه ابدا، مش داخل لنا حاجه ابدا. اللي يرزقنا بقرش بره، اجيب حاجات بالقسط احطها فيها، نيجي ناكل بيها ونشرب بيها وخلاص.
برضو لحد حن علينا يعني، وعارفين اخواتي غلابة واحنا غلابة، حد يعني زيك وكده يجي عند ابونا عبد المسيح ولا في مكان يلقح لنا مثلا 50 جنيه 100 جنيه. انت عندك ولاد قد ايه؟ معايا دميانة وفلباتير وستينة، اللي هي ستينة دي وفلباتير طفشان بره، عنده كهرباء زايدة فمش جاب للبيت، يقول انا مش هقعد عندكم، انا مش عاوزكم، مش عاوزكم، انا جيبوا لي كمبيوتر اقعد عليه العب بيه، انا اقعد احط وشي في وشه لايه، هاتوا لي كمبيوتر انا العب بيه. طب هو انت عارفه ابنك بيروح فين؟ لا مش هعرفش، لا في ناس ما تلقى نايم تجيبوه لي نطبطب عليه وننام جوه، ويصبح يقوم بدري يمشي. كل اسبوع مره يجيني يوم، اعمل ايه؟ لكن ما فيش اي دخل شغل اي حاجه ممكن تتعمل؟ مفيش. لان هنا ما فيش شغل ولا لانه مش قادرين تشتغلوا؟ مش قادرين وما فيش. هو ها وانا دينا والبيت خدوك حالي، شايفين حالته والسلم واقعه وحالتنا ما تحسب على الخ على انت اول ما اتجوزتي اتجوزتي في البيت ده؟ ايوه، هو من الساريه، هو من الساريه، واحنا كنا لما نبني البيت ده وام كانت ست كبيره وباركه، كنت يمكن شفتوها كانت نايمه هنا، وجبنا عربيه بلوك، ف جامع العربية قال واحد جيراننا مين دي، قالت له، قال له ده بنتنا اخوتها عادي، فكتبوا لي قايمة زي ما يكتبوا وما جابليش حاجة ابدا، قالوا نبى نجيبها بعد الفرح، مسافة ما قالوا على الصيام، كان جاي دخل علينا الصيام، مسافة ما قالوا في النهار زي الوقت، جاء زي الوقت لقينا متجوزة على طول. يعني قعدتي قد ايه مخطوب؟ مفيش، ما عملوش خطوبة ولا عملوا حاجة ابدا، رحنا قلنا لابونا عبد المسيح وكلمنا على طول ابونا غبريان. وقعدتوا في البيت ده؟ وقعدنا في البيت ده، كانوا البيت ده كان فيه مامتك بس؟ ايوه، كانت مامتي واخواتي، فاخواتي كانوا عيانين، كانت حملها مامو، فلما جينا جه هو قعد معانا، فمامو ماتت، قالوا لا ما يقعدش راجل غريب معاهم، لازم هم عيانين يروحوا يتعالجوا ولازم هو ما يقعدش. هم عيانين بايه اخواتك؟ عيانين، ورقه ارسله دي، هي اسمها رقه مندلحه، نقولها رقه بس اسمها ارسله، ارسله دي في الشهاده كانت حلوه وكويسه وجد يعني، بس جاتها بتعنك عقده نفسيه يعني، تمسك الحاجه تكسر، يجيها بزعيق تتلت كل اربع اخ مع بعض، يجيها الحاله تتلت، نديها حقنه منها وما تقعد 24 ساعه نايمه، ونوديها بن احمد، نوديها طهنشه، ناس اولاد الحال كانوا ياخدوها اللي يودوها يعني، شهر معنا كانت شهر في المستشفى، لكن دي السمسمه دي نزلت عندها، ارتخف مخها وارتخف عصبها يعني مخها تعبان، بس دي من ساعه ما اتولدت وهي عندها الارتخاء. ايوه اتولدت بيه، لكن اللي هي وده خلى تصرفاتها عامله ازاي عشان تروح بعد كده مستشفى تقعد فيها؟ يعني تصرفاتها عامله ازاي؟ يعني واحده كانت بتكسر الدنيا وتخبط في الحاجه، انما الثانيه كانت بتعمل ايه؟ ما كانتش تعمل حاجه، تزن كده زي ما تكون اما تزن حاجه تقول امي مين، استاذ امي فين، وين الكلام ده يعني، مش فاهمه، مش هي فاهمة حد حاجة، مش فاهمة حاجة، ايه اللي بتقوله طالع من حنكه، ما تعرفش ايه اللي بتقوله، مسكينه مسكينه في حالها وبطلانه، جعانه اكل، حتى الكايت واكله تقول جعانه اكل وتزن في نفسها. طب يعني انت دلوقتي نقدر نقول ان البيت اللي انت قاعده فيه ده بيتك؟ لا هم عمرهم ما هيجوا، مش مكتوب لي، ما هو مش مكتوب لك، بس هم عمرهم ما هيجوا، بس برضه نعمل احتياطنا. طب هتعملي احتياطك ازاي؟ فكرت بكره وبعده ابني يكبر وعاوز يتجوز، يقول له تتجوز بتنسيك، تتجوز بيت امك ولا تتجوز بيت ابوك، ولا عاوزين يتجوز في بيت وحده، ده مش ما يتحسبش، ده بيت اخواتي على البعد والقرب، بيت اخواتي، انا اتعقدت ورحت في جوزي بلد جوزي قعدت بالايجار، ما اخواته حتى ما رضوش يدخلوه عليا، اها بنول لقاكوا سمحت عني، اتعقدت دقت فينا اللي قتلت، دقوا فينا، فلما دقوا فينا حصل مشاكل. نفسك تعملي ايه في بيتك هنا؟ نفسك تعملي ايه؟ وفكرتي في بيتك ازاي؟ السلم واقعه، واعمل اوضه لابني، برضه يجي ضيف فينا يلقى بيتي، يقعد مع جوز اقعد معاه، ولا القى مكان نظيف في بيتي فوق، اعمل اوضه فوق اقعد فيها. بس هذه مشكله، عاوز اعمل بيتي نظيف، حد زيكو ضيف يخش، حد يجي مع جوزي. هو دلوقتي مش قادر جوزك يشتغل؟ طب ما اعمل ايه؟ طيب عاوزه حق مساعده. انت تقدري تشتغلي؟ لا اشتغل ايه، ما جاهلين ما نعرفش نشتغل، نشتغل ايه؟ انت تعرفيش تقري ولا تكتبي؟ ايوه. طب ودخلتي ولادك المدارس؟ ايوه ولادي في المدارس، فالبتير بخمسه، دميانه داخله ثانوي، دي فرحه ثالثه،
رايحة تالتة. ايوه. انت قلتي انت ما تعلمتيش انت انا ما تعلمتش اما علم اولادي. عارفة الودة ما ياخد السنة بسنتين ومش هاد يطلع. وما يعرفش يكتب اسمه وهو في خمسة لحد الوقت. وسقط السنة دي. وبرده ما عاش ارض يطلع. اقول علشان مشكلتي انا. ده انا كنت اشحت من كل بيت كده لازم اودي عيالي الماء. وبرده ابونا مش سايبني. ابونا عبد المسيح ما يجيب لنا نص الكتب ومش سايبني. انا فانا يا بصراحه يعني يعني بقول لك برافو عليك ان انت مصممه انك تعلمي اولادك. ايوه مصممه اعلم اولادي عشان انا كنت خدت وشحقت وكان وكنت اعرف اتعلم متعلمه يعني كنت اعرف اكتب حاجه كنت اعرف افهم دي ايه وراها ايه اقرا حاجه دي بعلاجي مثلا اشوف المسرحيه بتاعته ادي كل مشكلتي لازم العلم بدعاء كل حاجه. طب انت بتاخدي ادويه للرحم وبتاخدي ادويه لعينيكي ولا بتاخدي حاجه خالص ولا بناخد حاجه من فلوس مفيش فلوس اخد ايه ها انا كشفت هالاسبوع اللي فات عند دكتور مش فاكر اسمه مش مشكله عشان جينا من العذره كنا تعبانين راح تاجر في العذره فجينا من القعده عمل لي نزيف فروحت كشفت. ربنا يكمل شفاكي ويبعت لك يا رب ان شاء الله اللي تقدري تعملي بيه العمليه ويفرح قلبك ببيتك وولادك. شكرا. ازيك يا بابا عامل ايه؟ ازيك يا مدام؟ الحمد لله نشكر ربنا. كلمنا بقى عن ظروفك واحوالك. ظروفنا صفر. تعبانين في حياتنا، كل ما نعمل مشروع نفشل من قله الفلوس. كل ما نعمل مشروع عمدة وصل امانه والدين. ويجي صاحب الدين يطالب ويزعق ويلم الناس في الليل هنا الساعه 2 في الليل. جيت انا كنت شغال في الجبل وتعورت ومرتب شريحتين. شغال ايه في الجبل؟ مقطع بلوك ابيض اللي بيبنوا البيوت. ايوه. ظروفنا صفر، تحت الصفر. ولما وهناك اتعورت في الجبل. ايوه ده ودوني المستشفى وخيطوا لي ايديا ورجليا وركبوا لي مسامير. وما تقدرش تشتغل بنفس الشغلانه تاني؟ لا، عشان من ساعه ما شفت الدم مرتين ثلاثه في الجبل وانا نفسي وقفت من الشغل بتاع الجبل. نفسك وقفت ولا مش قادر تشتغل؟ لا ومش قادر اشتغل بره، مش قادر. يعني هل العمليه اللي اتعملت في ايديك لما اتعورت ورجليك دي اللي مخليك ما تقدرش توقف تشتغل؟ لا ما اقدرش اشتغل. ما تقدرش تمسك شغلك تاني وتحط ايدك فيه في الجبل؟ صعب. لا ولا شغل في الجبل ولا ما اعرف اشتغل. ولا الدكتور منعك؟ لا انا ما اقدرش اشتغل. تعبت. انا عندي بتاع 45 سنه 42 سنه. لا 42 سنه 45 سنه شاب وزي الفل تعبان في حياتي. لكن لو انت الدكتور منعك وما تقدرش الحل ايديك. انا شغلي كله على صباعي ده في الجبل. شغلي كله ده على صباعي في الجبل. وانت صباعك ده تقريبا ما ماسك مكنه ما تقطع بلوك. وعلى رجلي وما واقف ما نقف 10 ساعات على رجلين النهار كله. في الجبل. يعني ما ينفعش ترجع تشتغل لا. تاني. لا الشغلانه دي لانها واضح انها كانت كويسه. يعني كان ليها دخل كويس. يعني كان ليها دخل كويس بس اتعورت وما فيش تامين عليها. يعني حتى يعني ممكن المكنة تقطعني، ممكن المكنة تعمل أي حاجة معاي. في ناس ماتت من السبب الجبل ده. لا بعد الشر عليك. أحوالنا أنا عندي عيالي عيان عندهم زيادة الكهرباء الثلاثة بالوطة في شرم. ثلاث أولاد بنتين وولد. الوطة في شرم يعني ممكن هو يبات أسبوع برا
من قلة المصاريف، من قلة الطلبات، من قلة أي حاجة. المعيشة في البيت صعبة، مفيش مكان وضع نوم، مفيش نظافة. طب النظافة دي بتعتمد على اللي موجود في البيت؟ لا، البيت حالته زي يعني هو مكسر لدرجة ما بيبانش فيه نظافة، مفيش يعني، ما حدش يقدر يعيش فيه، ومش ملكنا، مش بتاعنا. ما هي مراتك قالت ان هو ملك اخواتها. مش ملكنا يعني، في اي وقت ممكن اخواتها يجي ويقولوا مش ملكنا. بس مش هي دي اللي هنقف عندها احنا، لو نقدر نعمل فيه حاجة. بس انت اصلا مش بتشتغل عشان تقدر توضبه. ايوه مش كده؟ ايوه. حتى ما انتش قادر توضب جزء لان ولادك يقعدوا فيه. لا مفيش، انت تخشي جوه تفرجي على وضع البيت. يعني مفيش بني ادمين تقدر تعيش فيه، وضع وحش. طب في حشرات، في حاجات زي كده؟ يمكن كتير، يمكن تلاقي كتير. في ايه حشرات فيه؟ وممكن يكون في عرس وعقارب وحنوشه ودنيا. طب انت عمرك شفت فيه حنوشه ولا اي؟ ايوه شفنا عرس وشفنا عقارب وشفنا. محتاج يعني وضع وحش. وضع وحش، ما يقبلش اي حد. عشان كده ابنك مش قاعد في البيت. ايوه طفيان. والبنت برضو كانت عندها هنا قاعده 8 سنين. ايه اللي خلانا وديناها المكان اللي هي فيه؟ قله المعونه وقله المصاريف وقله اي حاجه. وفي المكان اللي انت وديتها فيه هي يعني مرتاحه اكتر؟ ماشي، هي مرتاحه اكتر، بس نفسها برضو يعني اي عيل نفسه يشوف امه ويشوف ابوه. يقعد وسطيهم، محتاج لحنان امه وابوه. لكن فين اللي احنا، هي من لاجيه فين؟ قاعده في بلد غريبه. انت احنا ما نعرفش تشوفها. مش بتروح تشوفها؟ قعدنا سنتين ما شفناهاش. سنتين ما شفتش بنتك. طب بتكلمها؟ اما نكلمها كل اسبوع مره، كل اسبوعين مره، كل 3 أسابيع مره، كل سنه مره. تفتكر انك انت تعودت على انك تقعد من غيرها؟ لا انا ما تهونش عليا ان انا اقعد من غيرها، بس غصب. غصب عني. غصب. فين يعني؟ انا عندي انا نفسي ان هي تيجي تقعد معايا وتبقى في حضني. محدش يكره اولادها. هي دلوقتي قاعده في مكان في القاهره. مش كده؟ في عزبه النخل. في عزبه النخل. في جارية مريمان. بس واخدين بالهم منها وبتتعلم وكذا، يمكن هي حالها احسن من اخواتها هنا. وعليا دين برضو، وصلت امان عليا، 3 وصلات أمانة، وعليا قضيتين محكوم عليا، واحده بسنه والثانيه لسه، وفي قضيه ثانيه جاتني، يعني 3 قضايا. انت القواضي بتجيلك كده وانت قاعد ولا من ايدك بتعمل مشاريع لا وصلت امانه. اما اعمل مشروع يفشل، اجيب البضاعه شكط، ممكن تبوظ نصها وممكن ابيع نصها. والدين يجي صاحب الدين يطالب ويدق ويمسك في هدومنا اللي هو مش لاقي فلوسه. يوم اضينه اصلا امانه، امضي صاحب الحق عفو اللي له حق عاوزه، لكن فينين؟ ولما بيجوا يطالبوك ما عندكش؟ اما اقول لهم ما عنديش، يمضوني وروح يشكون. يعني انا اتحبست كذا مره، اتحبست حوالي 3 سنين على بعضيه. طب رغم كل الضيقه اللي انت فيها دي، ما فكرتش تاني ترجع لشغلتك الاولانيه؟ طب اشتغل ايه؟ ما انا بقول لك انا ما بقدرش، شغلي كله على صباعي ده ورجلي. يعني انا موقف 10 ساعات على رجليا في الاول، كنت موقف 10 ساعات. إيه انا اقصد لو تشتغل نص الوقت بس، اصل الحاجة والطلب والولاد. احنا فرجت ناكل، ما فرجتش قاعدين. طب والطفلة الصغيرة اللي كانت معاك، اللي بنتك الصغيرة اللي قاعدة وانت بتقولي انها مريضة؟ هاي مريضة بايه بنتك؟ عندها سكر وعندها زيادة كهرباء برضه. العيال التلاتة عندهم زيادة كهرباء وعندهم ضمور في المخ. انا وديتهم لابونا ابراهيم. في دي هنا في بعد مطاي، قال عندهم ضمور في المخ، وديتهم دكتور نفساني بيجي يديهم نقط. طب الدكتور النفساني قال برضه ان هو ضمور في المخ؟ ضمور في المخ. طب هم بيبان عليهم ايه؟ يعني الكهرباء دي بتعمل فيهم عندهم إيه؟ الحركه الزايده، ممكن يعملوا اي حاجه ما يحسبوهاش، ممكن يناموا بره ما يحسوش بنفسهم، يعني ممكن ينام في العربيه، ممكن ينام تحت العربيه. عندهم البنت دي عندها حاله نفسيه، تحط بص كده الصغيره. طيب دي ما حتى اصبحها في حنكها، دي حتى اصبحها كده. بس دي مش مشكله، ده في اطفال كتير بيبقوا اتعودوا على كده. لا ما هي مش قادره. وديميانا نفس النظام برضه، نفس لحد ما هي كبيره كده تحط صباعها في حنكها. يعني هم عندهم حاجه، مش حاجه عايزه تتعالج، الكهرباء دي عايزه علاج. ايوه عاوزه تعالج. وما اعرفش ايه اللي عندهم في مخ. لما وديتهم لابونا قال لي عندهم ضمور في المخ، ما اعرفش ايه الضمور ده. ضمور ولا كهرباء؟ لا ضمور وزاد الكهرباء. ضمور وزاد الكهرباء، انا ما اعرفش ايه الضمور ده. طب وهي مثلا البنوت عندها ضمور وكهرباء وعندها السكر الثلاثه؟ طيب وهي في المدرسه
هي في سنه كام؟ في ثالثه؟ رايحه ثالثه. رايحه ثالثه طبعا. جسمها صغير قوي على انها مش مجدده. مش مجدده يعني ايه؟ مش مجدده. مش مجدده جسما. جسمها ضعيف يعني. جسمها ضعيف. طب والمذاكره ونتيجتها في المدرسه عامله ايه؟ بتنجح ازاي يعني؟ ساعات هي شاطره يعني في المذاكره؟ ساعات تنجح وساعات لا. لا عاوزه اهتمام. عاوزه اهتمام وعاوزه. وانت ومامتها مش بتعرفوا تقروا؟ احنا على جدنا. على جدنا. لا مش بتعرفوا تقروا كمان. أنا مش على قدك في الفلوس بس، وكمان في العلم. انت ما تعرفش تعلمها. لا يعني انت بتكتب بس ما بتعرفش تعلمها. لا ما اقدرش، ما اعرفش اقول لها مثلا اقرا معاها ولا اعمل حاجه. ربنا يعينك ويساعدك يا رب. انت عايز ايه بقى؟ نفسك بتقول ايه يا رب؟ نعيش اقل من الناس، وعاوزين نرتاح اقل من الناس، مش عاوزين اكتر من كده. احنا عاوزين حياتنا نعيش اقل من الناس. تعيش اقل من الناس. احنا مش طمعانين في حاجه، طمعانين في رضا ربنا علينا. وحسيت ان انت لما عملت كذا مشروع وفشلت فانت سعيد. نفسي وقفت من كل حاجه. لا انت كمان حسيت ان انت سعيد كل السعي يعني. فشلت فاشل في كل بس حاجة. الفاشل ده بيجرب تاني وتاني. جربت كذا مره. ما خليتش كم مره كده جربت؟ كتير، يمكن فوق ال 20 مره. كل ما اعمل حاجه تفشل، كل ما اعمل حاجه تفشل. يعني كل ما ترفع اتضرب، كل ما ارفع اتضرب على راسي من قله الفلوس، من قله الماده، من قله المعامل، قله الحنيه، قله الدنيا كلها. يعني طلعت الدنيا ما لقيتش امي، لقيت مرات ابويا في وشي. ودي ده تعبتك يعني وجود مرات ابوك في وشك؟ ايوه تعبت. ما تعبتنيش ليه؟ ما عارف يعني كانت معاملتها يعني كانت صعبه. معاملتها صعبه ومفيش راحه ومفيش اي حاجه. مفيش راحه حتى لما طلعت لقيتش حاجه استند عليها، يعني حته ارض اتسند عليها من ورا ابويا، لقيتش حاجه. يعني انت كان والدك عنده ارض وانت ما اخدتهاش؟ ما عنديش ارض، هو عندهم بيت بس اخواته كلهم مرتاحين ما عدا انا. اخواتي التانيين اللي من ام تانيه دول مرتاحين، لكن بيشتغلوا؟ عندهم ورش نجاره وشغالين. ما جربتش تشتغل معاهم؟ اجرب منين لما نفسيه واقفه منهم؟ كل واحد في حاله. يعني حتى لو ما تحبس مش هيجي يسال على اولاد حد. لا انت مش بتودهم يعني؟ لا اودهم كيف لما حدش يسال علي اسال عليكي. طب ما تودهم وتشتغل معاهم. ما في اشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ انا ما اقول لك سيبهم من زمان. ادي بتاع 17 سنه انا قاعد في البيت ده ولا 15 سنه. هم ساكنين بعد عنك؟ ايوه في السريه منطقه تاني. انت محتاج معونة ربنا. ما عندي، محتاجين رضا ربنا. لا ربنا راضي عنك، مش راضي، ما مديك ولاد واولادي تعبانين، وانا تعبان ومرتي تعبانه، نفسي متعبانين، تعبانين في المعيشه وتعبانين في كل حاجه. مش لاقيين اي حاجه نتكل عليه. هو ما حدش بيتكل، هو الناس بتسمع. حالتنا تحت الصفر، تحت الصفر مش فوق الصفر، تحت الصفر. لا ربنا يديك الصحه، ما تقولش كده، انت صحتك زي الفل. ربنا يديك الصحة وتقدر تشتغل، ما تقولش احنا تحت الصفر، انت ربنا مديك عطايا كتير وهو ان شاء الله يديلك اكتر واكتر. يا ربنا يقدم اللي في الخير. قول له بس يا رب انا متشكر على الصحة اللي انت مدهاني، اديني بس اللي اقدر اعيش بيه ولادي. يا رب، احنا مش عاوزين غير كده. ربنا يديك الصحة ويقويك عليهم ويخليهم لك. بتعيش يا ام. عايز اسألك بقى سؤال. اتفضل. وصلت ازاي لبرنامج أين أنت؟ وصلت على طريق مرتي، ومرتي كتبت بحث جابلت واحد هنا عند ام جوليديس. كتبت بحث ووصل له. شاطرة مراتك. شاطرة على قدها. على قدها بس هي شاطرة، برافو عليه. انت بس محتاج كمان ان انت تشد حيلك شوية. لا عاوزين مشروع نتكل عليه، تفتح نفسك كده وتشتغل، عشان النفس المقفولة دي ما بتأكلش عيش. عاوزين مشروع ناكل عليه عيش، عاوزين سكن نعيش فيه حلو، اي حاجة من عند ربنا. ربنا يوسعها عليك. بس ربنا يوسعها عليك ويبارك لك في ولادك وتطمن على اللي فيك. نعالج دي ونشوف دميانة برضو. أنا احنا نفسنا بنتنا الكبيرة تيجي وسطينا وتقعد. طبعا طبعا. محدش يقدر يعيش من غير ولاد. نفسنا تيجي تقعد وسطينا. وايه تاني نفسك في ايه تاني؟ بس انا عاوز ولادي سعد وعاوز مرتي سعيدة، مش عاوز اكتر من كده. عشت يا مولاي حينا بينهم، تنزع البغضاء منهم والخصام. كنت يا قدوس قلبا مشفقا، فملأت الكون حبا وسلاما. كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل، وأبا بين اليتامى. قد أقمت الميت والأعمى رأى، والطريح المقعد اشتد وقام. مر المسيح بين البشر، والمحتاجين للشفاء شفاهم، والمطروحين والحزانة إله العزاء هو
فعزاهم، ونحن من تبعناه ونادينا وقلنا إننا أحببناه، أين نحن من كل هؤلاء؟ ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ وماذا نرسل للسماء؟ أين أنا؟ أين أنت من هؤلاء؟